احنا النهارده معانا عدد من الشعراء المصريين والفلسطينيين وكمان الفنان الكبير حازم شاهين، ونرجو ان احنا نكون بنقدم تحيه بسيطه جدا لاهلنا في فلسطين. شكرا. يطوي العالم ذراعيه فوقي لا ليحضنني بل ليكتم قلبي الضاحك، كيف لا وأنا الذي اعتدت أن أرى من كل شيء البنفسج حتى لو كانت الحرب. هذه رثاء الوحيد لصديق محمد سامي قريقع، فنان بصري من غزة. I took a breath I didn't feel entitled to as I was asked to rethink a post. It was too dark and despairing, but it was what I felt the most. I took a breath I didn't feel entitled to remind myself it's not about me. There are people's lives at stake, a child, a man, an entire family. I took a breath I didn't feel entitled to as I tried to filter sound bites and scenes. There's a story behind every martyr, a life, memories, ambition, and dreams. I took a breath I didn't feel entitled to as I researched for ways to be effective. Contact your reps, boycott and educate, use the power of the collective. I took a breath and I let it in as I processed what my friend just sent. You need not burn because the world's on fire. I have to use its light and not relent. I took a breath and I remembered the last line in another poem by me. The time has come, it's now or now, for Palestine to be free. Thank you. من يعيد لنساء غزة ضجرهن العادي؟ من يعيد لهن مكانسهن قدور الطبخ وجلسة العائلة حول طعامها الساخن؟ من يعيد لهن انتظار عودة الصغار من المدارس؟ من يعيد لحظة الاستيقاظ في الصباح العادي وكسل الصغير الذي يسألها 5 دقائق نوم أخرى ليكمل الحلم؟ من يعيد لهن نهارهن الهادئ وحبل غسيل طويل؟ من؟ هند جودة، شاعرة، 12 أكتوبر 2023. اليوم هو البارحة، والبارحة ممتد من وجع قديم. لا أريد أن أصبح كاتبة، لا حلم لي لغد ولا شيء أقف عليه سوى إيماني الوحيد. اليوم 12 أكتوبر 2023، الساعة 1 ظهرا، كيف أصبح نهارنا مخيف؟ كنا نخاف العتمة، يا الله، لنجد أنفسنا لا نهار لنا ولا عتمة، لم يتركوا لنا الوقت. بيسان عبد الرحيم، 12 أكتوبر 2023. أحداث معلقة. لو كانت السنة أقل من 12 شهراً لعشت سنين أطول، لاحتفلت بأيام ميلاد أكثر وبرؤوس سنة مضاءة بفوانيس شارعنا القديم. لو كانت الحروف 29 حرفاً لكانت شبابيك بيتنا أكثر، لزاد عدد كلمات قصائدي وقصصي ولزاد عدد الكتب على رفوف مكتبي. لو كانت الفصول 5 لرأيت الأرض بشكل أفضل، ولكان للزهور ألوان جديدة، لربما ألوان سأسميها عطلوتو، مربتون، أورارد، وزحشتري. لو كانت الجهات 5 لوجدت وطني يبني نفسه بعلمه ويركب حروف اسمه من حرف واحد ويعزف نشيده من كل حجر يسقط على وتر الغبار. في شارع على صدره بيوت، والكل أشلاء، الأب والأم والبيوت والشارع. هذه ليست قصيدة، هذا مشهد يتكرر كل حين يوميا. كان يمر خبرا عاجلا، ولكن بات خبرا عاديا لدى الكثيرين، وهذه نكبة أخرى. لملم دروبك، هذا الليل متقد، وارسم ظلال حنين أيها الولد.
كل الذين مضوا للغيم إن ذكروا أبكوا عروق المرايا بعدما ابتعدوا. ناديت ناديت أسماء بلا أمل والدمع أغوى الحكاية ما أتى أحد. نرجع لأمي زكية. أمي زكية أحد أهم أسباب الفرحة عندي، هذه السيدة الشقراء التي قاربت على 70 عاما. رأيتها والحزن ينز من أصابعها التي كانت تدفن بها شرش شتلات الريحان التي جلبتها معها من السوق للمرة العاشرة في غضون شهرين. كنت أرقبها وهي تضع بكفيها مقادير الرمل في دلو صغير، حيث طلبت مني تخريمه. فعلت ذلك وأنا أفكر كيف أجعل شتلات الريحان تنمو وتكبر كي تفرح أمي، وأشاهد ضحكتها، أمي التي تنمو رائحتها في قلبي حتى أصبحت الظل الذي يساعد الروح على البقاء. كانت أمي تزرع الريحان وتحنن عليه بمشاعر وردة الجزائرية وهي تغني: شيلاك، غنوها معي، شيلاك في نن عيني واللي بينك وبيني، شواء كل الأحبة وحنين المحرومين. تعال اقراها عني. راح وين من انت؟ اوكي اكملها عنك. اوكي، شرف كبير لي طبعا، شكرا محمود. كانت امي تزرع الريحانة وتحنن عليه بمشاعر وردة الجزائرية وهي تغني: شيلاك في نن عيني واللي بيني واللي بينك وبيني، أشواء كل الأحبة وحنين المحرومين. فكثيرا ما زرعت أمي النعناع والريحانة في قوارير صغيرة فتنمو لأيام ومن ثم تنشف، وإن نجت لبضع أيام يقطع أوراقها قط هارب أو طفل يتلمس أشياء الأرض فيخلعها. حاولت أمي حماية شتلاتها كثيراً، لكنها في النهاية تنشف قبل أن تشتم روائحها التي أصبحت أمنية الأمان لديها. أمي الوحيدة لوالديها والتي تملك عشرات الأفدنة الزراعية في أسدود المحتلة، تتلمس مساحة بحجم كف اليد كي تزرع فيها شتلة الريحان لتضع أوراقها على طبيخ البامية الذي تحبه ونحبه من يدها ولا تجد لذلك سبيلا. لولا دولة إسرائيل المزعومة لكانت أمي الآن تمرح في بساتينها الوارفة وتزرع الريحان والنعناع على جوانبها وتوزعه مخلوطا بالبسمات على العابرين في طيفها الجنة. لازلت أذكر وجه أمي الحزين وهي تغرس الريحان في الأرض المصطنعة، قسماته التي كانت تحكي قصة لجوء طويلة وحرمان من متعة تحبها. يكفي بأن ألعن إسرائيل في اليوم 1000 مرة وأن ينمو عداؤها في قلبي بمقدار حزن أمي على سنوات عمرها التي لم تزرع فيها ريحانها في أرضها المسلوبة. وبحق قداسة الحزن الشخصي وعيون أمهاتنا المثقلة بالحزن الدفين، لن نغفر ولن نسامح ولو بعد 1000 جيل يا إسرائيل، وسنعود للطين الأول وحنين الأمهات. أجواء أجواء.